اليوم إن شاء الله حنستكمل اللي هي محاضرة الأولى، حتكون إليا عن الماكسيمايزيشن والطريقة اللي هي التقليل بالبيج أم أو أم الكبيرة. حتكون عندنا عملية التقليل. طبعا كان عندنا اللي هو المحاضرة السابقة، وكانت عندنا المعادلة التالية اللي هي زد يساوي 2 إكس 1 زائد إكس 2، والكونسترين كانت عندنا إكس 1 زائد 3 إكس 2 أكبر أو يساوي 30، و4 إكس 1 زائد 2 إكس 2 أكبر أو يساوي 40. وصلنا إلى اللي هي التالي اللي كانت عندنا، أوجدنا قيمة اللي هي إكس 2 كانت اللي هي ثلث 1 ناقص 1 على 3 0 ثلث 0، والرايت هاند سايد أصبح عندنا 10. الثانية اللي هي R2 كانت عندنا 10 على 3 0 3 2 على 3، S2 اللي هي ناقص 1 R1 ناقص 2 على 3 R2 1، والرايت هاند سايد كانت عندنا 20. وقيمة الزد كانت عندنا اللي هي ناقص 5 على 3 زائد 10 على 3 M، وقيمة X2 0. S1 كانت اللي هي ناقص 1 على 3 زائد 2 على 3 M، S2 ناقص M، R1 اللي هي كانت ثلث ناقص 5 على 3 M، R2 0، وكانت الرايت هاند سايد لزد كانت اللي هي 10 زائد 20 M. اليوم إن شاء الله إحنا حنكمل ما توقفنا عنده سابقا، بحيث يكون عندنا اللي هو نوجد قيمة اللي هي X1. الرايت هاند سايد كويس. كانت عندنا هنا اللي هي وجدنا احنا اول حاجة اللي هي اكس 2، وعندنا ايه ار 2، وعندنا قيمة زد. القيمة اللي كان وجدناها احنا ل اكس 2 كانت 1 على 3 1 سالب 1 على 3 0 1 على 3 0 10. R2 10 على 3 0 2 على 3 سالب 1 سالب 2 على 3 1 20. وإن كانت عندنا ماينس 5 على 3 زائد 10 على 3 ام 0 ناقص 1 على 3 زائد 2 على 3 ام ناقص ام ثلث ناقص 5 على 3 ام 0 10 زائد 20 ام. هلا بنيجي بدنا نشوف القيم. طبعا بما انه x2 0 معناته بيكون عندنا هلا القيمه اللي بدنا نوجدها، بدنا نوجد قيمه اللي هي x1 كويس. بنقوم بقيم القيم قسمة قيم الرايت هاند سايد على العمود، قيم العمود الداخل حتى لإيجاد الصف الخارج. 10 على ثلث 30 مظبوط. هنا ايش النسبة؟
30 20 العشرة على ثلاثة يساوي 6. إذا الصف الخارج هو R2 والعمود الداخل هو X1. نجد الآن القيمة المعادلة المحورية بقسمة الصف الخارج على العنصر المحوري اللي هو 10 على 3. إذا المعادلة المحورية الإكويشن الموجودة عندنا ماذا تساوي؟ 10 على 3 تقسيم 10 على 3 ويساوي 1 0 2 على 3 تقسيم 10 على 3 ويساوي 2 على 10 وهي 1 على 5 سالب 3 على 10 سالب 1 على 5 بعدين 3 على 10 بعدين 6. إذن هذه هي المعادلة المحورية التي سوف نجد قيم X2 الجديدة وقيم Z الجديدة. وجدنا إيش؟ وجدنا المرة السابقة شو وجدنا؟ وجدنا قيم X2. وجدنا X2 طلعت عنا اللي هو كان العمود الداخل اللي هو X2 والصف الخارجي اللي هي R1. المحاضرة السابقة، المحاضرة الوقت الحالي في تكملة الحل طبعا R2 هي الصف الخارج و X1 هي العمود الداخل، بدي أوجد القيم، يعني احنا وجدنا قيمة X2 سابقا وهلا بدنا نوجد قيمة X1 بدلالة اللي هي R2 الموجودة عندنا. نيو شو بده يكون عندنا؟ اللي هي X ماذا تساوي؟ هي قيم X2 القديمة. ما هي قيمها؟ ثلث واحد سالب ثلث زيرو ثلث زيرو عشرة. ناقص العنصر المقابل للعنصر المحوري اللي هو واحد على ثلاث مضروب في المعادلة المحورية. المعادلة المحورية اللي هي واحد صفر واحد على خمسة ناقص ثلاثة على عشرة ناقص واحد على خمسة ثلاثة على عشرة ست. نضرب ثلث ضرب واحد ويساوي ثلث، ثلث ناقص ثلث ويساوي صفر. ثلث ضرب صفر صفر، واحد ناقص صفر ويساوي واحد. ثلث ضرب خمس ويساوي واحد على 15، هسا ثلث ناقص ثلث ناقص واحد على 15 كم يساوي؟ ثلث ضرب ناقص ثلاثة على عشرة كم يساوي؟ ثلاثة على ثلاثين يعني واحد على عشرة. واحد على عشرة ناقص وناقص بتصير زائد وعندنا صفر. إذن كم عندنا؟ واحد
العشرة. لا، ثلث ضرب واحد على خمسة، واحد على 15. ثلث زائد ناقص وناقص بصير زائد، ثلث زائد واحد على 15 شو بصير؟ اثنين على خمسة موجب. هلا ثلث ضرب ثلاثة على عشرة ناقص صفر ويساوي اثنين، واحد على عشرة ولكن مالها سالب. ثلث ضرب ستة ويساوي اثنين، عشرة ناقص اثنين يساوي ثمانية. طلع شو بنلاحظ؟ انه الاولى صفر، الثانية صفر، الثالثة ناقص اثنين على خمسة. طلع هون كمان شو موجود عندنا؟ اثنين على خمسة. في عندنا واحد على عشرة ناقص واحد على عشرة، دائما بيكون واحدة في السالب واحدة بتكون في الموجب. يعني اذا حسيت حالك انك انت في عندك خطأ بدك تتأكد منه، تطلع على السابقة او اللاحقة تتأكد من الحل الموجود عندك. كويس. هلا بدنا نوجد بعدها قيمة زد الجديد، اي نيو زد. ماذا تساوي؟ شو كم الزد الأولى؟ ناقص خمسة على ثلاث. زائد عشرة على ثلاثة أم. طيب ثاني صفر سالب واحد على ثلاث زائد اثنين على ثلاثة أم. سالب أم واحد على ثلاث ناقص خمسة على ثلاث أم صفر عشرة زائد عشرين أم. نطرح منها العنصر المقابل اللي هو سالب خمسة على ثلاثة زائد عشرة على ثلاثة أم مضروبة في المعادلة المحورية. شو كم المعادلة المحورية؟ واحد صفر واحد على خمسة سالب ثلاثة على عشرة سالب واحد على خمسة ثلاثة على عشرة ست. ماذا تساوي؟ ناقص خمسة على ثلاثة زائد عشرة على ثلاثة ضرب واحد مثل ما هي. إذا ناقص خمسة على ثلاثة زائد عشرة على ثلاثة أم، بندخل الماينس في الداخل بصير إيه؟ زائد خمسة على ثلاثة ناقص عشرة على ثلاثة أم. إذا زائد مع الناقص شو بصير؟ قيمة صفر. الثاني ناقص خمسة على ثلاثة زائد عشرة على ثلاثة أم ضرب صفر، مطروحة من صفر ويساوي صفر. طلعوا وصلنا بالقيمتين الأولى اللي هي قيمة x1 وx2 الثنتين صفر، معناته حلنا صح وماشيين احنا للحل الأمثل. اللي بعدها
5 على 3 زائد 10 على 3 ام ضرب خمس شو بتسوي؟ لو قلنا خمس ضرب 5 على 3 ويساوي 15 ثلث ثلث زائد لو ضربنا اللي هي 10 على 3 ضرب خمس ويساوي برضو كمان كام عندنا 10 2 على 15 2 على 5 هلا في عندنا هنا زائد ثلث وناقص ثلث شو بصير عندنا؟ صفر. هلا 2 على 3 ام ناقص كم؟ 2 على 3 ام بتصير ايش؟ بتصير ايش الثانيه؟ قيمتها صفر. اللي بعدها لو ضربنا 5 على 3 زائد 10 على 3 ام ضرب ناقص 3 على 10 نطرح منها ام شو بتطلع لنا النتيجه؟ كم؟ سالب نص. هاي نص 5 على 3 زائد 10 على 3 ام ضرب 1 على 5 سالب ام نتيجة سالب ام. بعدين اللي هي نص ناقص ام اخر واحدة واحدة سالب واحدة موجب هي نص ناقص ام كلها نص ناقص ام مع بعض نص ناقص ام كويس والاخيرة 20 الاخيرة اخر واحدة نيجي بنضرب ليه 5 على 5 على 3 ضرب 6 ويساوي 30 هاي 30 على 3 هذه ناقص زائد 6 ضرب 10 على 3 ويساوي 60 على 3 ام يعني فعليا شيء هذه هي ناقص 10 زائد 20 ام في سالب هون الأصلية هون كم هي؟ 10 زائد 20 ام لما أدخل السالب شو بتصير عندي؟ هذه بتصير عندي سالبة وهي بتصير عندي موجبة مظبوط؟ إذا ال 20 ام زائد وال 20 ام ماينس بروحن مع بعض و10 زائد 10 يساوي 20 إذا القيمة 20 بهذه الطريقة لو جينا كل القيم هلا بدنا نفرخهم في الجدول عشان نشوف احنا طبعا هيك بما انه كان عندنا اصفار والام طلعت من عندنا معناته احنا وصلنا الى الحل الامثل x1 x2 s1 s2 r1 r2 وهذا ايش r right hand side هنا عندنا x2 x1 z x2 قديش طلعت عندنا اخر شيء؟ صفر واحد سالب اثنين على خمسة واحد على عشرة اثنين على خمسة سالب واحد على عشرة ثمن x1 x1 صفر واحد على خمسة
واحد على خمسة سالب ثلاثة على عشرة سالب ثلاثة على عشرة سالب واحد على خمسة سالب واحد على خمسة ثلاثة على عشرة ثلاثة على عشرة وستة الهاد على زيد صفر 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 سالب نص وماينس أب سالب أب ماينس أم نص ناقص خمسة أب كان عندنا سالب نص نص سالب ام زيرو 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 سالب نص سالب نص سالب ام ماينس ام نص ناقص ام 20 طيب قيم x1 وx2 كانت عندنا صفر متى بحب اكبر اصغر او يساوي الصفر فاحنا وصلنا الحل هلا احنا شو وجدنا؟ وجدنا انه قيمه x2 او المنتج اللي هو x2 بكلفنا 8 والمنتج x1 اللي هو 6 حتى تكون التكلفه اقل ما يمكن اللي هي 20 نيجي نطبقها في المعادلة الرئيسية اللي كانت عندنا معادلة زد شو كانت عندنا تقول دالة الهدف اللي هي x1 2 x1 زائد x2 هلا 2 x1 قديش قيمتها طلعت x1 6 زائد 1 ضرب x2 اللي هي 8 ويساوي 12 زائد 8 ويساوي 20 اذا وصلنا انه يجب ان انتج من المنتج الاول اللي هو 6 قطع والمنتج الثاني 8 قطع حتى يكون ايش عندي الحل اقل ما يكون هو الحل الامثل لا يوجد حل اقل من هيك وهو المطلوب لأن نفس المثال بدنا نحله بطريقة أخرى وهي طريقة المرحلتين طبعا طبعا طريقة المرحلتين أسهل من طريقة البيج أم بكثير يعني إذا لاحظتوا أنه هذا بياخذ تقريبا مع المراس مع المراس بدك 25 دقيقة لنص ساعة تحل السؤال ولكن طريقة المرحلتين من ربع ساعة ل 20 دقيقة بتكون انت حالل السؤال. بدنا ناخذ الامتحان بتلزمناش بطريقة معينة. إلك الخيار، في الامتحان إلك الخيار. بدنا نحل نفس السؤال ولكن بطريقة المرحلتين ونشوف كم الفرقية الموجودة عندنا. احنا معادلتنا شو كانت عندنا؟ اللي هي زد ماذا تساوي؟ 2x1 زائد x2 subject 2 شو كان عندنا x1 زائد 3 x2 اكبر او يساوي 30 معادلة الثانية 4 x1 زائد 2 x2 أكبر أو يساوي 40 حيث أن x1 x2 أكبر أو يساوي 0 بدنا المرحلة الأولى أول حاجة بدنا نعمل اللي هي دالة هدف جديدة باسم R R ماذا تساوي اللي هي R1 زائد R2 هلا بنيجي بنطبق بدنا نضيف طبعا السلاكس الموجوده عندنا اللي هي لكل معادله من المعادلات كويس
المعادلة الأولى طبعا لما بدي أضيف لها السلاك الموجودات عندنا شو بتصير عندي؟ نفس بنبلش اللي هي إيش عندنا؟ كانت اللي هي 2x1 زائد x2 في عنا s0 0s1 ناقص 0s2 اللي هي x1 زائد 3x2 ناقص s1 يساوي 30 4 x1 زائد 2x2 ناقص s2 يساوي 40 حيث أن x1 x2 s1 s2 أكبر أو يساوي صفر. هلا نعمل المعادلات الموجودة عندنا اللي هي تساوي R الموجودة بدنا نضيف لها ال R الموجودة عندنا كويس. هلا المعادلة الأولى لو جبناها لو كنا إيش بدها تساوي ال R إذا R1 ماذا يساوي 30 ناقص X1 ناقص 3x2 زائد s1 معادلة الثانية ل r2 ماذا تساوي 40 ناقص 4x1 زائد 2x2 زائد s2 أستو بصير موجب ما بننقلها في عنا اللي هي بدنا نطبق بالوقت الحالي اللي هي قيم R. R كانت هي R1 و R2 مزبوط. إذا R ماذا تساوي بالتعويض لقيمة الأولى اللي هي 30 ناقص X1 ناقص 3X2 زائد S1 زائد اللي هي R2 40 ناقص 4X1 ناقص 2X2 زائد S2. هلا R ماذا تساوي 70 X1 صير ناقص 5 X1 ناقص 5 X2 زائد S1 زائد S2 هاي المعادلة اللي طلعت عندنا. هلا بدنا نطبق هاد من كل وين اللي هي قيم R1 و R2 و R دالة الهدف إلى الماتريكس أو الموجودة عندنا. X1 X2 S1 S2 R1 R2 و الثوابت أو القيم. طيب هون طبعا بدها تكون عندنا R1 R2 و R small R. قيمة الأولى كانت واحد
ثلاث مزبوط واحد سالب واحد صفر واحد واحد صفر صفر ثلاثين R2 في قيمتها أربعة اثنين زيرو ماينس وان زيرو وان أربعين القيم أن لي إكس وان كانت خمسة وإكس تو خمسة سالب وان زيرو سالب وان سالب وان صفر صفر سبعين القيمة نوجد القيم ما أن الثنتين متشابهات تفرقش عنا أي قيمة دخلت هاي القيمة أو هذه القيمة كويس خلينا نأخذ القيمة الأولى X1 هو العمود الداخل عمود الداخل هلا بدي أوجد الصف الخارج بقسمة القيم ثلاثين النسب ثلاثين على واحد ثلاثين أربعين على أربعة عشر إذن R2 هي الصف الخارج هلا بإيجاد المعادلة المحورية كويس المعادلة المحورية ماذا تساوي هي وقسمة الأولى 4 على 4 هاي الإكويشن 4 على 4 واحد 2 على 4 نص صفر أربعة. ناقص واحد على أربعة صفر واحد على أربعة عشر عشر هلا بدنا نوجد ايه القيم اللي هي R1 نيو ار 1 ماذا تساوي ار 1 اللي هي 1 3 ناقص 1 0 1 0 30 مظبوط ناقص كم عندنا المقابل واحد مضروب في العادلة المحورية واحد نص صفر ناقص واحد على أربعة صفر واحد على أربعة عشرة واحد في واحد واحد أول صفر الثاني ثلاثة ناقص نص ويساوي خمسة على اثنين ناقص واحد ربع واحد ناقص ربع عشرة
20. هلا شو بدنا نوجد؟ نوجد القيم R. قيم R نيو R سمول R أو في دالة الهدف. خمسة خمسة سالب واحد سالب واحد صفر 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 سبعين ناقص خمسة ضرب المعامل واحد نص صفر سالب واحد على أربعة سالب واحد على أربعة صفر واحد على أربعة عشرة خمسة واحد خمسة خمسة ناقص خمسة صفر خمسة ضرب نص يساوي خمسة على اثنين خمسة ناقص خمسة على اثنين خم يعني عشرة عشرة على اثنين ناقص خمسة على اثنين ويساوي خمسة على اثنين سالب واحد خمسة على أربعة ويساوي هذه خمسة هذه عبارة عن أربعة على أربعة ناقص وهي زائد شو بصير عندنا ربع صفر مزبوط مزبوط هذه خمسة على أربعة ولكن شو مالها سالب اللي بعدها خمسين عشرين بدنا ننقل هذه القيم على الجدول طلع ان احنا اول شيء R1 X X1 R R1 قديش طلعت عندنا قيمها صفر خمسة على اثنين سالب واحد واحد على اربعة وان واحد على أربعة سالب عشرين إكس وان إكس وان واحد واحد نص صفر سالب واحد على أربعة سالب واحد على أربعة صفر واحد على أربعة صفر واحد على أربعة صفر خمسة على اثنين سالب واحد واحد على أربعة صفر سالب خمسة على أربعة عشرين لازال عندنا قيم يجب أن إيش أوجد هاي القيم الموجودة عندنا إذا العمود الداخل هو X2 كويس بقسمة 20 على 5 على 2 هي 40 على 5 ويساوي 8 مظبوط 10 على نص اللي هي 10 ضرب 2 ويساوي 20 إذا الصف الخارج هو R1 نوجد
المعادلة المحورية المعادلة المحورية للأولى صفر على خمسة على اثنين ويساوي صفر، خمسة على اثنين على خمسة على اثنين ويساوي واحد، ناقص اثنين على خمسة لربع تقسيم خمسة على اثنين ويساوي واحد، كويس. اللي بعدها اثنين على خمسة سالب واحد على عشرة، وآخر واحدة اللي هي ثمن. هذه هي المعادلة المحورية. هلا بدنا نضربها ب العنصر المحوري لمين؟ لـ X1. X1 ليش؟ شو قيمها؟ شو الموجود عندي؟ اللي هو نص، مزبوط؟ نص. بدي اطرحه من الاولد، يعني هون انا اشتغلت بالعكس. كل مرة كنا نحط الاولد ونطرح منه ونضربه، لا هلا احنا حطينا المعادلة المحورية نضربها بنص وبعدين بنطرحها، يعني نفس الحكي. طبعا كل حال المحاضرة الجاي من عند هون وين وصلنا احنا بنكمل ان شاء الله.